للحديث أكثر وتفاصيل أكثر ينضم إلينا مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو. دكتور الغزو حياك الله في قناة المملكة، يعني أبدأ معك وعلى طول كما نقول بالأردني، متى سيكون هذا المستشفى الميداني جاهزا على أرض الواقع؟ مساء الخير إليكم جميع المشاهدين. يعني اللي فهمت أنا أنه خلال يعني شهرين تكون المستشفى جاهزة، شهر تصميم وشهر يعني بناء وتركيب، وإن شاء الله خلال شهرين يكون المستشفى جاهز. طيب. وهذا المستشفى راح يكون بسعة 300 سرير، 50 سرير منها للعناية الحثيثة. طيب ماذا عن الكوادر الطبية إذا دكتور غزو؟ هي الوزارة راح تكون هي المتكفلة بالكوادر الطبية، بالإضافة إنه راح نساعد بالمناطق يعني بالأمور اللوجستية، بالإضافة للاستفادة من الخدمات المستشفى، وبالإضافة لأنه راح يكون المرافق الصحية والمرافق الأخرى راح تكون متوفرة بالنسبة للمستشفى. هل هذه مدة كافية دكتور الغزو لإنشاء مشفى ميداني بغضون شهرين أو شهر ونصف؟ يعني الوزارة جادة شكلها بال يعني لأنه جائحة كورونا زي كما تعلمون، يعني حاليا هي في يعني المرضى صار يزيدوا عددهم والإصابات أكثر صارت تصير، فبحاجة حقيقة لمستشفيات ميدانية. كان المفروض يكون يعني في وقت أبكر من هيك، ولكن يعني ان شاء الله بكون خلال شهرين جاهز هذا المستشفى باذن الله. احنا عندنا مستشفى الملك المؤسس يعني حاليا مجهز لاستقبال مرضى كورونا، هو يعني تقريبا المستشفى الوحيد في منطقه الشمال اللي هو المستشفى التحويلي، واحنا حاليا مجهزين 184 سرير، منها حوالي 15 سرير عنايه حثيثه وحوالي 32 سرير عنايه متوسطه، وممكن نحولها باي لحظه لعنايه حثيثه. حاليا المشغول من بحدود ال 104 سرير. دكتور نتحدث عن العلاج ونفقته، من سيتحمل نفقة العلاج لكافة فئات مرضى كورونا المرتدي لهذا المستشفى؟ هناك من معهم تأمين، هناك بلا تأمين، فكيف ستكون نفقة العلاج؟ معظم يعني كل مرضى كورونا حاليا بيجوا عندنا يعني على نفقة وزارة الصحة. على نفقة وزارة الصحة نعم. بالاضافه انه حسب تامين المرضى اللي معه تامين راح يكون على تامينه، اما اللي ما معهوش تامين راح يكون على نفقه وزاره الصحه. طيب دكتور الغزو يعني ضيف ممتع ترد بكلام مقتضب، فهذا يشجعني بان اسالك اكثر. نعم. يعني نعم. عندما يتم القرار بانه ايجاد سعه الاسره بانه 20 سرير لكل مستشفى للعنايه الحثيثه، انت كمدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، لماذا يتم اللجوء الى انشاء مستشفى ميداني؟ لماذا لا يتم تخصيص هذا المستشفى بالكامل او مستشفيات اخرى في تلك المحافظه بأن تكون مخصصة هذه المستشفيات لمرضى كورونا فقط؟ لأنه تعرف يعني التخوف من زيادة عدد المرضى اللي ممكن يكونوا بحاجة إلى عناية فائقة، فممكن يعني تخوفا من أنه المستشفيات المتوفرة حاليا ما تستوعبش المرضى، فيعني إيش المنطقة يكون عندنا مستشفيات مجهزة جديدة لاستقبال مرضى الكورونا؟ أما حاليا نحن بالظرف الحالي مستشفى الملك المؤسس لحد الآن مستوعب المرضى اللي بيجوا، لانه مستشفى الاميره بسمه كمان ومستشفى الملك حاليا تم تجهيز جزء منهم لاستقبال مرضى كورونا. اذا مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي دكتور محمد الغزو، شكرا جزيلا لك.